نحرها من الوريد إلى الوريد أمام أطفالها دون ذنب اقترفته، جريمة هزت النجف بسبب فظاعتها ودمويتها، حيث أقدم زوج على قتل زوجته بطريقة بشعة أمام أعين أبنائها الصغار ومجموعة أطفال كانت الزوجة تدرسهم في منزلها شمالي المحافظة. برأيي ماكو أي سبب بالدنيا يسمح للرجال أنه يتعامل ويا المرأة بهذه الطريقة، فكيف إذا كانت زوجته وأم أولاده؟ يعني هسه فتشي حقيقة العقل ما يستوعبه. احنا من سمعنا هذا الخبر تألمنا، بس هو مو أول ولا آخر مرة تتعرض المرأة لهذا العنف. أتمنى من القضاء ياخذ مجراه، وأتمنى من ذوي الضحية أنه ما يروحون لقضية العفو والصلح والفصل وغيره. نعم أكو دية وشرع وهذه الأمور لا بأس من اتخاذها. لم تمضي سوى ساعات على وقوع جريمة حي الميلاد لتلقي القوات الأمنية في النجف على قاتل زوجته بعد أن تعاقبته إلى محافظة المثنى فارا من فعلته. يروي القاتل باعترافات أولية بحسب مصادر أمنية إنه أقدم على جريمته بسبب إصرار زوجته على فتح مشروعها الخاص بتدريس الطالبات في منزلها لتعيل نفسها مع أطفالها. تم تقصي الحقائق ومراجعة الكاميرات ومتابعة المتهم. المتهم هو زوج المجني عليها، وتم تعقبه من محافظة النجف الأشراف إلى محافظة القادسية، ومن محافظة القادسية محافظة الديوانية إلى محافظة المثنى. وبعد محاصرته والتوثيق من وجوده في المنطقة المحددة التي تم إلقاء القبض عليها، تم إلقاء القبض عليه المكان المستأجر من قبل المجني عليها، هي مكان تسكن به هي مع والدها وتقوم بإعطاء الدروس الخصوصية إلى الطلبة، وحسب إفادة القاتل بأنه خلافات عائلية فقط. تسجل النجف بين الحين والآخر مختلف الجرائم الجنائية المروعة التي يعزم متخصصون تكرارها إلى عدة أسباب، منها اقتصادية واجتماعية وأخرى أمنية، لا سيما لانتشار المخدرات والسلاح. من النجف محمد رزاق، التغيير.